يكون فيديو جديد من خطر ايدك. فيديو النهارده ترفيه، ده ترمومتر اللي هو الزئبقي، طبعا خديجة كسرته وطلع منه المادة العجيبة دي. المادة في الغالب هي الزئبق، نحاول نشوف بتتشكل معانا ازاي. زي ما انتوا شايفين لما بتتكسر كده بترجع تلحق تلم ببعضها تاني، يعني انت ممكن تكسرها كور صغيرة طبعا. مادة لمساء ما بتلزقش في الايد، ترجع تتجمع تاني في بعضيها. هي كتجربة علمية جميلة الصراحة، انا اول مرة نصادف حاجة بالشكل ده او بالمنظر العجيب دوت. زي ما شايفين تمسك في بعضيها تاني، مش عارف ده زئبق او مادة هما مخترعينها عشان خاطر تسخن بالحرارة. نحاول نجربه على الحرارة، حاولت نسخنها بالولاعة ما نفعتش، ما عملتش اي حاجة. في الغالب بتمشي في الانبوب بتاعها لما تسخن عشان توصل لدرجة الحرارة المطلوبة. وانت شايفين ممتع جدا وشكلها عجيب. ترجع تمسك في بعضيها تاني تكون كرتين. وكان فيديو بس كان هو انواع الترفيه، ولو عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك واللايك، ولا فيديو اخر مقاطع على ايدك. والسلام عليكم ورحمة الله.